مساء الخير، انا هدى حسني مدير التنفيذي لفول تانك، واقدم لكم الشيف رامي سعيد. فول تانك دليفري كيتشن مبني على فكره خدمه التوصيل، بنقدم فطار مصري فول وطعميه بمشتقاته، وعندنا ابتكارات في المنيو. خلوني الاول احكي لكم على مشكله صغيره كانت بتقابلني اول ما ابتديت اشتغل، وهي كنت بصحى الصبح بدري اجري الحق معادي في الشغل، وانا قاعده كده على مكتبي وببتدي اشرب القهوه بتاعتي بقعد افكر انا هفطر ايه النهارده. خلينا متفقين ان كل واحد فينا وليه اسلوبه اللي هو بيحبه في الفطار، يعني في اللي بيحب يفطر ساندوتشز، في اللي بيحب ينقنق كذا حاجه مع بعض، وفي اللي بيحب ياكل فطار صحي. فالنهارده هو ده اللي فول تانك بيحاول انه يقدمه، انه يحسن تجربه الفطار عند الموظفين في الشركات. اللي بيميز فول تانك انه بيقدم فطار مصري باعلى جوده ممكنه، وفي نفس الوقت سعره في متناول الموظف المتوسط انه يقدر انه ياكله كل يوم. غير ان احنا بنقدم فطار المصري التقليدي، بنقدم عندنا ابتكارات في المنيو زي فول بالباربيكيو صوص، طعميه بالموتزاريلا. ايه كمان مختلف؟ بنقدم حاجه اسمها بوكس الفطار، وده عباره عن بوكس فطار فيه انواع مختلفه من الفطار لشخص واحد، وفي حاجه اسمها البوكس الصحي او البوكس الهيلثي، وده فيه انواع مختلفه من الاكل الفطار الصحي برضو لشخص واحد. الفكره ابتدت في 2012 لما ابتدينا ببادجت صغيره جدا، جبنا مكان صغير وعيننا 10 موظفين، وابتدينا نبتكر حاجات في المنيو، ونبتدي ان احنا نوزع لشركات اللي حوالينا فطار ببلاش، ونقول لهم لو انبسطتوا ارجعوا كلمونا تاني. وعلى فكرة دي كانت طريقة التسويق الوحيدة اللي عندنا لغاية من قريب. بعدها بست شهور حصل ان فول تانك بقاله اسمه في الماركت كويس، وبعدها بسنة معدل مبيعات زاد ل200%، والنهاردة احنا عندنا السانتر كيتشن بتاعنا، الفرن بتاعنا، عندنا فرع في الدقي والرحاب وفي جامعة من الجامعات. الأسهم بتاعنا 25% على 5 مليون. ليه؟ علشان عايزين نجيب operation system قوي، نطور كمان الإدارة الموجودة حالياً في فول تانك اللي هي by the way موجودة من day one لغاية النهاردة، نطورها وندعمها بالresources والtraining علشان خاطر تساعدنا في الexpansion، ونقدر ان احنا ننتشر في جميع الجامعات والمدارس ومجمعات الشركات، ونقدر في خلال 3 سنين يكون عندنا على الأقل 8 فروع. برافو، اخبارك ايه؟ الحمد لله كل تمام. جريت برزنتيشن، ثانك يو. حضرتك مدير التنفيذي و وان اوف ذا فاوندرز؟ يس. اوكي، وفي حد حضرتك شركه تانيين؟ اتنين، اخويا وواحد صاحبه ومعانا انفستر. اي بليف انا اعرف عنكم، يعني الاسم طبعا از ويل نون. عايز اعرف اخر مبيعات بتاعت 22 السنة اللي فاتت 4,700,000، والسنة دي هنقفل على 7 مليون، والسنة اللي قبلها اللي هي 2020 كانت 2021 كعملنا 3,200,000. اوكي، حضرتك ما بتقولي فرع، انتوا كلاود كيتشن، يعني حضرتك فرع يعني انذر كلاود كيتشن. اكزاكتلي، ما عندكوش محلات؟ لا، عندنا بس اوتفيت في جامعة من الجامعات. بدأتوا 2012 مش بالظبط؟ يعني بقالكم تقريبا 10 سنين بالظبط. مش مدة طويلة. احنا اول ما ابتدينا ببادجت صغيره جدا، ابتدينا الشركه ب 450,000 جنيه، وكنا واخدين مكان صغير، وكنت انا اللي ماسكه الموضوع، وما كانش عندي نو هاو خالص ان احنا ازاي نكبر. والحقيقه في حاجه كانت موجوده في فول تانك، ان هو دايما كان بيبقى عليه ديماند، يعني كان دايما كنا بنحاول بورد اوف ماوث ان احنا ننشر الاويرنس للناس، ودايما بيبقى فيه ديماند عليه جامد قوي. فكانت في مشكلتين، اول مشكله ما كناش حاطين له بادجت ماركتنج محترمه عشان خاطر ان احنا نقدر نتوسع. المشكله الثانيه انا ما كانش عندي النو هاو الكافيه ان احنا نقدر نتوسع باوبريشن وايز ما تبقاش جت افكتد. فاخذنا ليرنينج كيرف عالي جدا من اول 2012 لغايه 2016. بعدها دخل معانا الانفستر ده كانوا بليميتد تيكت سايز معين، دخلوا معانا ب 800,000 جنيه. وهنا لما قدرنا ان احنا وقتها ان احنا نجيب السنتر كيتشن بتاعنا ونجيب الفرن بتاعنا ونبتدي ان احنا نتوسع تاني، وفعلا توسعنا، وكنا كمان موجودين جوه شركات مالتي ناشونال، وابتدينا نبقى موجودين جوه جامعات، وكان الاكسبانشن ابتدى يكبر بطريقه مش طبيعيه. حصل بعد كده كوفيد. لما كوفيد حصل طبعا انتوا عارفين ان معظم الشركات قفلت، فاضطرينا ان احنا نقفل الدنيا كلها، وما كناش عايزين ان احنا نتنازل عن الموظفين اللي عندنا، ففضلنا مخليينهم معانا لغايه ما رجعنا تاني الدنيا تفتح. وابتدينا بقى الجروس ابتدى يبقى بطيء جدا، لان احنا كنا ما عندناش اي خلاص ريسورسز تانية ان احنا نقدر نقوم نفسنا بنفسنا، فاحنا قومنا نفسنا فروم سكراتش من ساعه كوفيد. وانت متفرغه تماما؟ حياتي بقوم واصحى عليه. طب لو انت قارنا ما بين اسعاركم واسعار اللي هم المحلات العادية،
اوكي. النهارده احنا الموجودين منافسين بتوعنا في السوق احنا 4 مع بعض، اوكي؟ 2 منهم احنا اقل منهم ب 12%، وواحد منهم احنا نفس الاسعار بتاعته، وانما المنيو بتاعنا مختلف. الاسعار المعتاده بتاعه اللي هي المحلات المعتاده اللي احنا عارفينها بتاعه الفول والطعميه احنا اكتر منهم ب 20%، واكتر من عربيه الفول ب 40%. يعني افطار يتكلف قد ايه بقى؟ حضرتك الافريج شاك بتاعنا ممكن حضرتك تفطر ب 10 جنيه وممكن تفطر لغايه 55 جنيه. اوكي، هفطر ايه ب 10 جنيه؟ تفطر فول ساندويتش واحد، ساندويتش فول يعني طبيعي. لو حضرتك هتفطر 3 فول ده العادي، يعني لو بني ادم طيب ياكل 3 ساندويتشات فول ده غالبا هيبقى مثلا ب 30 جنيه او 35 جنيه. طيب عايزك تحللي لي كده الارباح بتاعتك ماشيه ازاي، او الكوست بيمثل قد ايه من الكوست بتاعنا؟ 40%. الكوست بتاعنا الجروس بروفيت بتاعنا 60%. احنا عندنا الاوفر هيدز عاليه جدا، وانما مع الاكسبانشن ومع كل ما بنتوسع كل ما الاوفر هيدز دي بتقل. طبعا السنه اللي فاتت كان ما كانش فيه ربح، كان فيه نيجاتيف بس نيجاتيف 0.2. النهارده السنه دي احنا هنعمل بروفيت 3%، وبعد كده بقى مع الاكسبانشن او مع البلان اللي احنا عاملينها البروفيت هيبتدي يزيد بالبرسنتج لغايه 2026 هيوصل ل 13%. حجم السوق قد ايه وانت ايه الماركت شير بتاعك؟ حجم السوق هيوج، لان احنا اولا بنتارجت الامبلويز، اوكي، واحنا عندنا الايج جروب بتاعنا اللي هم بيبقوا انترستد في الاكل بتاعنا من 25 اب تو 45، اللي هم الناس اللي بيبقوا ريجولري موجودين في المكتب في الوقت ده الصبح. فايتس هيوج ان احنا كمان الاربعه الكومبيتيشن، اتنين منهم كومبيتيتورز بيتارجت اي كلاس، في طبعا بي كلاس بيبقى مهتم بيهم، انما احنا بالنسبه لنا اكتر ممكن بي كلاس برضو يقدر يأفورد اس اكتر. بي مش سي؟ لا مش سي. يعني سي بلاس، عارفه هقول لك حاجه، سي بلاس لما يحب يدلع نفسه هياخد فول تانك، بي كلاس ريجولري ممكن ياخد فول تانك على طول. شاف ممكن نخليهم يجربوا الاكل؟ يلا بنتفضلوا. واحد فول واحد طعميه. عندك اي فكره ناويه يبقى عندك ماركت شير قد ايه؟ انت عندك ريتيرن كاستمر بالظبط، which is lovely. بس ما عندكمش تقريبا فكره انتوا بتارجتوا قد ايه من الماركت؟ لا بنتارجت the huge number of في الماركت يعني خلي بالك مش قصدي حاجه، بس انا مش بنتكلم بقى دلوقتي امبلويز بس، احنا كمان بنتكلم على ستودنتس. فالنهارده لو احنا عايزين ننتشر في جامعات في اتليست 20 جامعه في القاهره بس خاصه، دول احنا ناويين ان احنا ننتشر فيهم. وغير بقى طبعا الاماكن اللي عماها البيزنس ديستريكتس اللي ابتدت تفتح في كذا حته، دول مليانين جدا، فاحنا موجودين في كل حته. انت الريفينيو اللي راح من 4.7 ل 7 راح بسبب مور لوكيشنز ولا بسبب ده جروث؟ لان احنا دفعنا ماركتنج بس، دفعنا ماركت اند ايه السنه دي 80,000 جنيه. وال5 مليون اللي انت طالباها ناويين توظفوها في ايه؟ اول حاجه هنجيب اوبريشن سيستم قوي، عشان مع الاكسبانشن هنحتاج نجيب اوبريشن سيستم علشان خاطر يقدر ان هو يساعدنا في التوسع. هنطور الاداره اللي موجوده من ناحيه التريننج ومن ناحيه الريسورسز اللي احنا هم هيبقوا محتاجينها، هي الاداره الماليه واداره المبيع التسويق واداره السبلاي تشين ويعني جميع انحاء الادارات، اوكي. وبعدين هنجيب ستورج محتاجين ستورج جدا، لان احنا بنجيب البضاعه بتاعتنا مش بكميات كبيره. النهارده لما نجيب ستورج ده هيساعدنا جدا ان احنا الكوست بتاعنا يقل، فال 40% دي هتقل. واحد، اولا هتجيب مثلا فور اكزامبل وي هاف الفول، الفول ليه بيبقى معاد في السنه معين بيبقى الكوست بتاعه سعره قصدي بيقل جامد قوي، بيقل مثلا حوالي 20%. احنا لما يبقى عندنا ستورج كبيره هنجيب كميات كبيره قوي من الفول، مش بس هتقلل لنا الكوست كمان هتخليه كونسيستنت السنه كلها، اوكي. وبعد كده غير الستورج هنطور، مش هنطور الكيتشن، هنجيب كيتشن اكبر محتاجينه علشان خاطر يقدر يستحمل التوسع اللي احنا عاملينه. وغير كده بقى في كيوست وكارتس هنجيبهم عشان نقدر ان احنا نبقى متواجدين في اماكن مختلفه. معلش ممكن تشرحي لي الفالويشن حصل ازاي على ال 20 مليون؟ هو اوكي بيزيكلي، لا احنا عملناه على 15 مليون اللي هو الريفينيو بتاع السنه دي 7 مالتيبل 2، او ايبدا السنه الجايه مالتيبل 5.5. انت متخيله السنه الجايه هيبقى في ايبيدا 2 مليون 750. هو الميزه طبعا ان البرايس رينج بتاعك كومبيتيتيف، فده يعني يقدر يشتغل على الماسس، بس ازاي يبقى سكيلبل، ازاي يبقى فيه حاجه باكت بتروح المدارس او الجامعات تدخل تتسخن. لا هقول لحضرتك حاجه، بنقعد نغرف
لا هو ما هو في اكل بيتسخن وبيبقى فروزن مثلا، في اكل بيتاكل على مينوت، فاحنا النهارده لا هو الفول بيتاكل فريش، بس هاويفر الاوبريشن بتاعته مش مستاهله قوي، لان عند حضرتك الفول هنا بيتحط في البامغي اوريدي بيتظبط في الكيتشن عندنا، بيبقى فولي كوكت، بيجي هنا ما بيبقاش محتاج اي حاجه غير ان هو يتغرف. اوكي ذس از وان، واتس اكتشلي ماتش بيتر ان هو يبقى فريش. بالنسبه للطعميه بس ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيقليها برده، فهو بيزيكلي البروسيس كلها ما بتاخدش اكتر من 10 دقائق معاه بالكتير قوي، ده لو بنتكلم فيها على قلي وكميات كبيره. طب ايه الميزه اللي عندك بقى؟ الميزه الكواليتي بس مش هتكلم عليها، لما دوق انتوا اللي هتتكلموا عليها. الميزه الثانيه ايه؟ نايس انا دقت اتس نايس. اوكي طب الحمد لله. الحاجه الثانيه احنا عندنا في الحاجات التقليديه اللي كل حد بيبيعها، وعندنا في حاجات ايتمز في المنيو مفيش حد بيبيعها غيرنا، زي فول بالباربيكيو صوص وطعميه بالموتزاريلا، ودول لهم زبونهم اوريدي. وغالبا انا اللي كلت ده فول بالباربيكيو صح؟ طب مش تقول لي قبل ما تديني لحضرتك مديوني عادي كده انت؟ انا والله قلت لحضرتك ولا قلت لي حاجه والله، اذا كنت صوتك واطي شويه معلش، انا لقيته في حاجه قلت في حاجه وقعت فيها. لا حلو بس لازم ابقى عارف يعني، ما انا الفول هو بالطحينه وليه قصه معينه، فالواحد بيبقى عارف في تحويجه معينه كده. وبعدين عندنا حاجة تانية بنقدمها ما فيش أي حد تاني بيقدمها من الكمبيتيشن أو غير الكمبيتيشن، هي موضوع البريكفاست بوكس. ده بيبقى بوكس فيه أوملت وفول وجبنة بالطماطم، وبيتباع معاه رغيفين عيش زي بوكس الطيارة بالظبط. فالنهاردة لو أنا قاعدة في المكتب ومش عايزة أكل عيش كل يوم، عندي كأني باكل ميه كأني قاعدة في البيت بالظبط. ونفس الوقت عندنا حاجة اللي هي اسمها الهيلثي بوكس، وده مع نوتريشنست مظبطين معانا الريسيبي، وهي إنها كل حاجة معمولة بزيت الزيتون، و قريب جدا هنبتدي نعلن على الكالوريز بتاعتها اللي موجوده فيه، ودي حاجات الناس ما بتبقاش تستغنى عنها خالص. كنت عايز بس اعرف يعني بعد 2026 هيبقى التيرن اوفر متوقعه كام؟ 56 مليون بالظبط. يعني السنه الجايه احنا ناويين هنوصل ل 21 مليون. احنا السنه دي عندنا 3 فروع وحاليا بنفتح الفرع الرابع. اوكي ده من مبدئيا كده من غير اي انفستمنت. بعدها السنه الجايه هيبقى في 3 فروع كمان هيوصلوا ل 21 مليون، بعدها 36 مليون، وبعدها هنوصل ل 56 مليون. بصي انا يعني انا مشكلتي لازم الاستراتيجي بتاعتك تبقى واضحه، يعني انا حاسس ان الاستراتيجي بتاعتك لازم تبقى كلاود كيتشن، ويمكن انتوا كنت ابتدتوه بدري شويه. اوكي دلوقتي هو الوقت بتاعه ده يعني دلوقتي في العالم كله الكلاود كيتشن، انتي مركزه اكتر على وان اوف الاوفرنج بتاع كلاود كيتشن، وبتكلمي على فطار، وبعدين عايزه تعملي زي فيزيكال بريزنس، مع ان كلاود كيتشن هو انتي بتروحي تجيبي منيوز او ريسيبيز او اي حاجه، وبيبقى عندك كل الاوبشن على اساس ان انتي الصبح عندك ريفينيو والظهر عندك ريفينيو وبالليل عندك ريفينيو. وانا رايي ان انتي تركزي في ده، هو ده اللي فيه يقدر يبقى فيه evaluation اللي انت تبقي مفكره فيه، انما كvaluation في food في concept زي كده هيبقى صعب قوي الvaluation الطالبه. اوكي طيب خليني اقول اوضح انا ليه بنتكلم في موضوع الكيوسكس والكارتس. اول حاجه زي ما انتوا قلتوا فول تانك بقاله 10 سنين مفيش ريفينيوز بروميسنج خالص، واحنا النهارده بحاجات صغيره جدا بلو كوست عرفنا ان احنا نحقق الريفينيوز اللي احنا حققناها النهارده. اوكي يعني حضرتك غيرتي استراتيجي؟ ما غيرتهاش، ما غيرتهاش، هي نفس هي كل اللي حصل هو كلاود كيتشن موجود. اوكي وانما الكيوسك هت سبورت ريفينيو ستريم عشان نحقق الارقام اللي احنا قلنا هنحققها في خلال 3 سنين، علشان فيس 3 هتبقى موجوده بقى ليها بلان تانية خالص. كنت عايز بس اعرف احنا من 2012 لغايه 2020 عملنا قد ايه مبيعات؟ 23 مليون مثلا تقريبا. أوكي. لان احنا كان ما كانش عندنا as we said ان احنا ما كانش عندنا خالص اي نوع من انواع الماركتينج، كنا مبتدين في مكان صغير جدا، وابتدى الجروث بتاعنا يعلى بالراحه جدا لغايه ما وصلنا 2016، ده لما البلانز كلها اتغيرت وابتدينا بقى نبقى متواجدين داخل شركات، وداخل شركات غير ان احنا نبقى موجودين في جامعه، لان الشركات بيبقى ليميتد قوي الموظفين اللي فيها، وكنا اوفيشال كيترز لشركات مالتي ناشونال. ولغايه دلوقتي حاليا احنا محتاجين ان احنا نركز اكتر على ان احنا نركز في الدليفري بتاعنا. احنا كنا بنورد لسوبر ماركت، وكنا موجودين جوه شركات مالتي ناشونال، وكنا كيترينج، الناس كانت بتطلبنا وكنا بنعمل فول كيترينج.
بالكارت بتروح لغايه الناس في البيت والحاجات دي كلها. بالاكسبانشن ده كله مع قله الاكسبوجر اللي موجود عندنا حصل ان خلى الكوست بتاعنا يبقى عالي جدا. فاحنا بعد لما حصل كوفيد قررنا ان احنا نركز ايه اكتر حاجه بتجيب ريفينيو ستريم اعلى، لقيناها الجامعات والاماكن اللي بيبقى فيها كيوسكس وكده. قلنا هنجيب ده علشان خاطر احنا محتاجين ان احنا نعمل ريفينيو كويس عشان خاطر فيس 3 احنا ناويين ان احنا نبقى منتشرين في جميع انحاء القاهره. يعني انتوا معلش غيرتوا دايركشن من 2012؟ غيرتوا دايركشن، هو دايركشن كان موجود اصلا، كيوسك كان موجود اصلا من قبل. انا فاهم قصدي، غيرتوا الكور دايركشن، بدل ما هو في الاول كلاود كيتشن رجعتوا في التوريدات سوبر ماركت. لا بس انا هقول لحضرتك حاجه، هو الكيوسك هتطلع دليفري برضو، هتبقى سبورتد بكلاود كيتشنز اللي موجوده، ولما نلاقي كلاود كيتشن تاني موجود بي سبورت الكيوسك دي هيبقى موجود. فهو كلاود كيتشن يعني مش بتمثل 20% من البيزنس دلوقتي. نعم 20% من البيزنس هو اليونيفرسال كيوسك الجامعه بس. أوكي. عشان كده احنا قررنا احنا ننتشر في الجامعات. اوكي 2024 هيتمثل قد ايه من بزنس كلاود كيتشن؟ 2024 اوريدي في كلاود كيتشن حاليا احنا بنتكلم فيه، بس لسه مفيش حاجه كونفيرم. وهيبقى في 3 فروع تانيين موجودين، في 2 منهم في بزنس ديستريكتس وواحد فيهم جامعه من الجامعات. انا اي هاف يعني عندي مشكله. أوكي. ان انت من 2012 لغايه النهارده في ناس ما كانتش موجوده، والنهارده مبيعاتهم بقت أكتر من 100 مليون في المجال بتاع الأكل ومجال القريب من كمان البريكفاست والأورينتال بتاعي بالظبط. فمشكلتي إن أنا مش شايف إن المشكلة عندك في حاجة، أنا شايف إن المشكلة في حاجة جوه يعني لازم تخشي تشوفي إيه واتس ذا بروبلم إنسايد إن مخلية الشجرة دي ما بتكبرش. هقول لحضرتك الناس اللي حضرتك بتقول عليهم لما ابتدوا بفانز محترمه. والله لا انا عارفاهم. لا يعني لا انا عارفاهم. بصي حضرتك يمكن حضرتك بتكلمي على حد، انا بتكلم على حد. حضرتك الشجره البذره ما بتيجي تتزرع تحت الارض ما فيش اي مساعدات خارجيه، هي لازم تزق الفين اللي فوقيها وهي لازم تكبر. اي حد حضرتك احنا كلنا دايما بنجيب ان ده حد ساعده، ده كان بابا عنده محل، ده كذا. لا انا ما قلتش كده خالص، انا عارفه الكابيتال بتاعهم كان عامل ازاي لما ابتدوا فيرسز الكابيتال 450,000 جنيه. 450,000 جنيه في 2012 يعني 100,000 دولار. في ناس اصلا ما كانتش عندها الرقم ده، يعني قرب ال 100,000 دولار من الناس الكومبيتيشن بتاعنا اللي يعني احنا بنتكلم على الفوليوم بتاعه يبقى عالي قوي. في ناس حضرتك لحضرتك عارفه ان هم فاتحين في الحاجات اللي فتحت تحت الكباري والكلام دوت، بقى عنده اكتر من 15 و20 محل فول وطعميه بس. يعني في حضرتك مليون الف حاجه. لا هقول حضرتك حاجه، في كذا نقطه حضرتك قلتها. انت مش فول وطعميه بس، انا ما فيش حد قال لك تلعبي فول وطعميه بس، اعملي اللي انت عايزاه. ما اوكي، ما هو ذس از وات ان احنا وير سينج. دلوقتي هقول لك حاجه، اولا في ميزه في موضوع ان احنا بس الانجريدينتس بتاعنا ليميتد، ان احنا بنطلع فرايتي كتيره قوي في المنيو على انجريدينتس معينه، فده مخلي الكوست بتاعنا ما يبقاش عالي جدا. واحد اتنين، احنا بنقدم فول وطعميه بس بكذا طريقه، وعندنا احنا وي ار اوبن ان احنا نفتح ان نطلع حاجات. انا شايف حضرتك انت ما عندكيش مشكله، انت مشكله لازم تبصي انسايد اوت، بصي من الداخل للخارج. انت مش محتاجه فلوس، مش محتاجه مساهم، انت محتاجه حاجه جوه الشركه نفسها اللي هي الاداره. مش عارف هي الطريقه نفسها اللي انتوا ماشيين بيها اللي هي الاداره يا فندم، اللي هي الاداره اللي هي ناقص فيها حاجات معينه محتاجه تدعم بيها، and this is why احنا we're asking على الفاند، عشان محتاجين نطور الاداره وندعمها بترينينج وريسورسز تساعدها. النو هاو دلوقتي هو عندنا. انا هقول لك حاجه برضه عشان بس ما تتعبيش نفسك، عشان أوكي. انا مشيت أنا مشيت في كل القصص دي قبل أوكي. كده انا برضه كنت فتره من الفترات بقول اصل انا ما كانش معايا فلوس كفايه عشان اجيب اداره عشان تصلح لي. حضرتك اللي هتصلحي المشكله بنفسك. ايوه ما هي عشان بتصلح. انا لما جالي الفلوس بعد كده وجبت الاداره بوظت لي الدنيا. لا بس يعني انا هقول لحضرتك من الفترات حاجة. عشان لما بنعمل اوت سورس اداره، قصدي حضرتك مش قصدي اوت سورس حضرتك، قصدي يعني it is from inside. يعني أوكي. دي حاجه على فكره، دي حاجه يمكن لا 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 خالص فيها. انا بس عندي راضي، انا بس الفكره ان انا عندي راضي، دي اكتر حاجه انا اقدر انصح حضرتك بيها. انا مش دي جدا على نصيحه حضرتك، بس انا بس الكومنت اللي عايزه اقوله ان النهارده لو انا مش حاطه ايدي على الكور ده تمام، ما كانش هيبقى فيه الجروث 48% من السنه للسنه. يمكن بقى ان شاء الله ده حاجه جديده بقى من غير اي ما نحط اي فلوس من جيبنا. حاجه جديده بقى، مش مفروض تحطي فلوس من جيبنا. ما انا بقول ال 48 ده بيبين ان الاستراتيجي بتاعتنا ابتدت تمشي في الطريق الصح.
بس هو ده اللي بقول. انا يعني اتمنى حضرتك كل خير، ويا ريت تكوني سمعتي اللي انا قلته، ويعني حضرتك براحتك، بس هو فعلا من قلبي والله. مرسي. انا عارف باين والله. وانا اوت اوكي ثانك يو. فكره جميله، واسم برضه اسم حلو، وطبعا الفول والطعميه حاجه اساسيه جدا. انا برضه مع ايمن مستغرب من الاداء، ان هو 10 سنين ما حصلش جروينج. انا شايف ان التوسع الرئيسي هيكون في الجامعات زي ما انت قلتي، طبعا التوسع هيبقى في الجامعات وفي اماكن اللي هي فيها والمولز عظيم، فطبعا ده هو يبقى من التوسع الرئيسي. بس انا عارفين برضو ان يعني المنظومه مش مقفوله كلها، فانا برضو ما فيش مشكله. انا عاجبني حماسك جدا، بس مشكلتي الوحيده انا مش عارف انا كانفستر ممكن اساعدك ازاي، فعشان كده يعني مش لاقي. يوجولي احنا لازم يبقى لنا انبوت في ان احنا نساعدك تجرو. انا معجب بالكاتيجوري اللي انت شغاله فيه، عشان دوت يعني كاتيجوري يعني ما هواش غالي. انا اوت، بس انا عندي مدرستين 5000 طالب، هعمل لك بقى سلوت بحيث انك انك تبتدي فيهم. وبرضك يعني برضك ممكن نتكلم مع احمد على المدارس اللي هو فيها، هنحاول نساعدك. ثانك يو ميرسي جدا. خليني ابتدي ان اقول لك ان انا كنت باكل فول تانك يوم او يوم لا تقريبا. فانا اكشلي عارفه البرودكت وبحبه جدا، وبرضه طبعا عندي ناس مستغربه سنه، لان هو من احسن البرودكتس اللي موجوده، انه ما كبرش قد التانيين قد الكومبيتيشن. انا مشكلتي انه انا ما اقدرش اقول ان ده سكيلبل على الماس، لان هو ستيل اغلى زي ما انت قلتي تقريبا 30-40% من الماس. وفي التارجت سيجمنت اللي انت فيه اللي بتخاطبيه، في كذا حد في الكومبيتيشن بيقدموا تقريبا نفس الحكايه، فمش عارفه اشوف الادج. اوكي. وهم خدوا، ايمن قال حاجه صح، هم خدوا فرصتهم وكبروا قوي في الفتره اللي فاتت، فبقوا very it's tough competition at yes. this point. فللسبب ده انا okay. ايه اللي بيميزك؟ ايه الادج اللي ما حدش هيقدر يكمبيت؟ ايه يعني الناس جريت، انت ممكن تكوني بداتي 2012، الناس yes. جريت اسرع منك بكتير. في ناس الناس اللي جريت، معلش هقول حضرتك حاجه، الناس اللي جريت في دايركشنز مختلفه. بمعنى في حد طلع ريجنال اوكي which is amazing، وفي ناس تانية عاملة نفس البرودكت بتاعنا، وإنما عندهم فرايتي أكبر بكتير من مانيا، وإتس مور أز بيسترو، يعني الريستوران والناس بتروح وبتقعد، وأسعار بتبقى أغلى بكتير من عندنا. والتاني آخر حد من معنا في الكومبيتيشن ده بيقدم برضو فول وطعمية، بس المانيو بتاعه very very limited. إحنا عندنا فرايتي أكتر من كده بكتير. موضوع البوكسز ما حدش بيقدمها غيرنا، موضوع في ريسبيز معينه ما حدش بيقدمها غيرنا، وفي ناس بتبقى عاجبها كواليتي يعني، بس دي حاجه سبجكتيف ما اقدرش اتكلم فيها على موضوع الكواليتي اجان يعني. احمد ان ولا اوت؟ هدى واثقة جدا من فول تانك وبتتكلم عنه بكل حماس وشغف، بس للأسف ما قدرتش تقنع 4 من 5 شاركس بمشروعها، وانسحبوا واحد ورا التاني وما ادوهاش أي عروض. ودلوقتي ما فضلش غير أحمد طارق. تفتكروا هتقدر تقنعه وتاخد ديل؟ أحمد إن ولا أوت؟ هاخد نص دقيقه كمان، ما اوت بالنسبه لي صعب قوي وكله اوت، بس انا هقول حاجه معلش. أوكي. برضو انت خامس مره او سادس مره تستريس انه الجروث حصل من السنه اللي فاتت حاجه 40%، which is a bit worrying me. اوكي هنعتبر بقى ان كوفيد فروم سكراتش، سينس كوفيد من 2020 ل 2021 احنا عملنا 25%، which is normal عشان كان كوفيد، فدي مش هاخد عليها كريديت خالص، ما حدش فينا هياخد عليها. عايز اقول لحضرتك ان في كوفيد كل الشركات اللي بالموديل بتاعكم طلعت زي الصواريخ. برد احب اوضح الحته دي، معلش متاسف. لا سوري، بالعكس انا حابه ان انا اشرح أتفضل. اكتر احنا مينلي الاودينس بتاعنا او الكاستمرز بتوعنا شركات. أوكي. كل الشركات دي كان working from home ف it didn't work، بس اول ما رجعوا تاني الجروث حصل على طول. بس حضرتك كنت مفروض تعملي شيفت على طول باي طريقه ما في الوقت ده، عشان انا مثلا ولادي بيحبوا ياكلوا فول وطعميه كل يوم جمعه. بس يعني حضرتك النهارده الماركت هناك وبيطلبوا. صح بس حضرتك النهارده كام واحد في البيت؟
انا عايزك تركزي مع احمد. معلش لا سوري سوري مش قصدي يعني حضرتك ده يعني النهارده انتوا ثلاثه مثلا في البيت او اربعه لا تسي ماكسيم ده بيت واحد بس ده بس كتير. ايوه ما هو ده اللي بقوله فيرسس شركات فيها 30 موظف 40 موظف كلهم بيطلبوا في نفس الوقت. طب افرضي بعد الشهر رجع تاني بقى عندنا مشكله ان الشركات او الدنيا اتغيرت ان النهارده الشركات بقت تشتغل اوف لاين زي ما في اوروبا ما رجعتش تاني في حتت كتير هتعملي ايه؟ ما في جامعات وفي مدارس بص لا 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 في جامعات وفي مدارس شغاله. انا مش شغاله على دايركشن الشركات بس دلوقتي هو ده اللي بقوله ان الفوليوم بتاع الجامعات والمدارس بيبقى اعلى بكتير. This is why انا مركزه فيه عشان بيجارنتي ريفينيو ستريم اعلى بكتير. انت بتتكلمي كويس والله. You're very passionate. عندك طاقه. You represent yourself well. الكلمتين اللي قلتهم لك فيهم الشفاء والله. اللي هو الدايركشن وكلاود كيتشن. Go and look inside. Don't look outside. بصي من رأي جوه. انا رايي مخيف الايمن. التركيز على الفيزيكال. الفيزيكال لا على الفيزيكال مش كلاود. انا رايي ان هي كويسه طبعا. لا طبعا لا 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 طبعا مختلف يعني مش عاجباك هي يعني لا طبعا رايك امال ايه مش يبقى رايك مؤيد ليا لا ما هي طبعا طبعا بس هو النقطه اللي الفيزيكال اللي لا هو استاذ ايمن رايه ان في حاجه في الكور نفسها حاسس انها مش مظبوطه. انا ردي عليه بس سوري ان الارقام بتشرح انها اتحسنت. أحمد. أنا بس عشان أخلق كومبيتيشن قبل ما أحمد يسأل سؤاله أنا هعرض عليكي الـ 5 مليون بس مقابل 51% من الشركة. فده بس بعمل فلور لأحمد يبتدي من ولو تسمح لي أنا تسمح لي هخش معاك فيهم لو 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 عشان احنا مش عشان حاجة عشان نخلق استراتيجي ونبقى متحكمين فيه. طبعا thank you so much it's a very generous offer however اول حاجه هو الحمد لله هو البيزنس دي عايز تفكري شويه قبل ما تردي بليز. انا عارفه هقول ايه يعني بس فكري شويه معلش انا اسف انا مش قصدي حاجه بس حاجة. لا اللي انا بقوله ده مش فاينل احنا بنديسكاسك صح بس عايز اقول لك حاجه من غير ما اقطعك. ايمن اداكي 3 4 بيسز اوف ادفايس يعني بريشس ديفينتلي و... وعلى فكره انا عارفه انت كنت دايما بتردي وانا بتردي قبل ما هو يكمل كلامه عامه بس اللي بقوله ال 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 هي ديفينتلي تحترم بدليل ان ذا اوبر جاي دلوقتي هو اللي عامل دارك كيتشنز اصلا فاحنا عارفين القصه دي بس هي الفكره ان انا النهارده زي ما انتوا قلتوا ان بقى لنا 10 سنين مفيش ريفينيو قوي مفيش حاجه بروميسنج جدا اللي انا بعمله لقيت اسرع حاجه بتجيب ريفينيوز قويه دخلت فيها في خلال 3 سنين هعمل الريفينيو ده علشان خاطر بعد كده اقدر ان انا اتوسع بالطريقه اللي انا شايفه ان هي صح اللي هي كانت الاستراتيجي بتاعتنا من الاول. احنا لو احنا معاكي انا بس هفهمك كل المميزات وانت تاخد القرار بتاعك. أوكي. احنا معاكي هنخش بزنس تاني بتاع يعني هنستغل الكلاود. حماده ما تحاولش تبيع ده الاوفر. انا بس ما بفهمها قبل ما تطرف. والله الاوفر ما يترفضش. انا بفهمها اصل لو قالت لي 49% انا مش هوافق. طيب انا يعني فاهم انا قصدي فانا بديها بس ما هو كل عشان وقت البرنامج. ها ولا لا لا كان في حاجه هتتقال احمد طارق لا لا خالص انا اكشلي كنت هقول اوفر اقل من كده بصراحه لكن انا موافق على الاوفر بتاع أنا محمد اسمعه معلش سوري اقل من كده وتسمعي لا كنت كنت عايز اسمع كل الاوفرز كنت هديكي اوفر از بيت مور اوف كريدت لاين بلس اكويتي اوكي بس ما كنتش هقبل اقل من 51%. طب ممكن تقول ايه هو بس قول عشان تبقى هي برضه سمعت كل حاجه كنت حدي 3 مليون اكشلي فور 51% و2 مليون كريدت لاين اوكي اوكي طيب ممكن الاوفر يعني بتاع محمد حماده احسن واي مور جينيرس عشان ده ما فيهوش كريدت ده 5 مليون ل 51% اوكي طيب انا الحقيقه احنا از بارتنرز احنا مش بعد 10 سنين قاعدين والترن يعني الليرنينج كيرف اللي احنا عدينا منه وتحت وفوق وفوق وتحت وصلنا فاينل الحته دي مش هنقدر قوي ان احنا نستغنى على موضوع ان احنا نبقى ماجورتي. This is one وده احنا كبارتنرز كلنا متفقين فيه. However اللي انا كنت بفكر فيه بالنسبه 15% ده اوفر ممكن انا بفكر بصوت عالي انا جاي ممكن تقولوا لا النهارده لو احنا ممكن 3 مليون ما ينفعش نغير ال ما انا فاهمه انا هقول انا مش هغير انا هقول 3 مليون قدامها 15% لغايه السنه الجايه اول ما نوصل للارقام اللي احنا قلنا عليها او واصل ان احنا وي اتشيفد الرقم ده وقتها ممكن ندي على ال 2 مليون 15% تاني. طب ممكن نقول لك احنا عايزين 51% ليه لو انا عارف لو
هقول حاجه تانية سوري معلش انا اصلا بعطيكوا كتير بس انا ام سو سوري معلش بس هو احنا انتوا عايزين تضمنوا تبقوا انتوا بتسوقوا لو حسيتوا ان انا بتلخبطه في اي حاجه. What we can offer is مش بس كده minority security protection. مش بس كده actually عشان احنا متلخبطين شويه في البوزيشننج فعايزين دايركشن يبقى واضح بالظبط. اوكي الدايركشن بالنسبه لنا انا بالنسبه لي هي مش هتسيب الدايركسيون انت هي قالت انا مش هسيب الدايركسيون عايز الدايركسيون لا مش هنسيب على فكره واحنا مش عايزين السوق ولا حد فينا عايز السوق بس امين لك احنا عايزين السوق لما نحس ان مفيش دايركشن واضح. طب بقول لك حاجه تخلي التشيرمن بتاعكم بالشياكه دي بص لا هنعمل ايه واحنا الوعد واحنا الوعد بتاعنا انه احنا هنعمل لنفسنا دايلوشن في اول ريز جاي لو احنا اتاكدنا ان المانجمنت تمام احنا مش داخلين تو انفست عشان تو مانج. هو بيقول العكس بقى بيقول ايه هيبتدي ب 51 بالزبط. ولو انت حققتي الارقام بالظبط تنزل ليه كام ننزل ل 45 للاسف مش هينفع برضه. اوكي تمام. والله احنا انبسطنا بيك يا معاك على قد ما نقدر وحلقه جامده عشان ايه انا بحب اللي قدامنا برضو ايه ما يبقاش سمكه كده شارك برضو. ثانك يو ثانك يو ميرسي اي باي باي بيست اوف لك ثانك يو بسم الله برافو عليها جدا لا هي مصبره برافو عليها شخصيه رفضت الاوف لا وشخصيه وشي بيليفز ان هير برودكت اللي هي طبعا يعني الكاميرا او حاجه لان هي فعلا كانت بتسمع النصايح ما كانتش بتسمع النصايح as good as وبرده مش عارفه البوتنشال بتاع ال 49%